حنايا في هذا المؤتمر هذا ديالنا النسخة العاشرة ارتئينا باش نتكلموا على كما العادة على الأمراض التعفنية عند الطفل. الجمعية ديالنا لسومي بيف دائما كتهتم بالأمراض التعفنية في المقام الأول، وكذلك الجانب الثاني هو جانب التطعيم يعني لا فاكسيناسيون. من ناحية ديال الأمراض التعفنية هذا العام خدينا كمثال هو الإسهال الحاد عند الطفل، لأن تبقى من الأمراض اللي كتشكل دائما خطورة في الوفيات الأطفال، تأتي في مرتبة الدرجة الثانية من ناحية الوفيات عند الطفل أقل من 5 سنوات. وبما ان كاين بعض المستجدات في هذا الميدان ديال التشخيص، لان وسائل التشخيص طورت اثناء السنين الاخيره، غادي نخرجوا بواحد التوصيات فيما يخص التشخيص ديال هذه الامراض التعفنيه، بالخصوص فيما يتعلق بالاسهال الحاد عند الطفل. وهذه التوصيات تنوزعوها على الاطباء القطاع الخاص، اطباء القطاع العام، باش يمكن لها تسهل عليهم الماموريه ديال التشخيص وديال لو تريتمون ديال العلاج ديال هذا الاسهال. فيما يخص الوسائل ديال لا فاكسيناسيون، هذا العام ارتئينا باش نتكلموا على الاش بي في، لو كونسير دو كول دو لوتيروس عند الطفل، يعني التطعيم ديال هاد ديال الطفل بالنسبه لها لاش بي في. وبالخصوص يعني هاد التطعيم هذا يلاه دخل المغرب ابتداء من الشهر ديال اكتوبر الماضي، وان شاء الله غادي نتكلموا على هاد التطعيم هذا والخصوصيات ديالو. بالخصوص غادي تجي واحد الباحثه من الخارج اللي غادي تتكلمنا على التجربه ديالهم في هذا الميدان هذا، وغادي يمكننا نتناقشوا مع جميع الاساتذه وجميع الاطباء المتدخلين في هذا الميدان، باش نشوفوا ان شاء الله العواقب والخصوصيات ديال هاد لانترودكسيون ديال هذا الفاكسان هذا في اطار لو بروغرام ناسيونال ديمينيزاسيون.